السلام عليكم بنات كديري، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، يوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم جبت لكم فيديو ماشي ديال الفصل وخياطه، ديال عبايات للبيع. واخا هما غير ثلاثه ديال الشكيلات، وقلت حسن نشارك معكم اللي عندي، نشاركوا معكم. واللي بغى شي حاجه نقدروا نديروها ليه بشي موديل ولا شي حاجه، نقدروا نديروها ليه بالكوموند. وفين ما كنتو في المغرب غادي نصيفطوها لكم حتى لعندكم، ومرحبا بكم. شكرا للاصدقاء ديالي اللي القدام الجداد اللي غيدخلوا معايا جداد. شكرا شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم الزوينين. جاوبوني في هذا الفيديو واش عجبكم لي موديل اولا بغيتوا الجديد على هذا. اول موديل اللي عندنا هو هذا، اول موديل عندنا هو هذا. هذا فيه الدونتيل في الكمام، وفيه الدونتيل ديال الموزونه هابط حتى لتحت كما كتشوفوا. هو هذا يجيو زوينين في اللبسه، والطوب الطوب ديال الريحانه طايح، الريحانه هذا انتما. والمدوره كتكون سامبل كالعاده انتما. كاين هذا الموديل، وكاين هذا بالدونتيل حتى هو. هذا الدونتيل شبكه، هادو تيكونو سامبل عاديين، هادو تيكونو عمليات. هذا التوب ديالها الرشاد، هاديك ريحانة، هذا الرشاد، وهادي وهاديك بالسنسلة. واللور كيما كتشوف بحال هكا سامبل. وكاينين هادو دابا، هاد الموديل اللي غادي نوريكم غير فيه غير مختلف في التوب اللي كيكون في الكمام، اللي هو هذا تيكون في الكمام، وتيكون ديك 50 سنتيم ديال تحت ديال العبايه بحال هكا، كيكون بلي فرونس، وكتجي زوينه في اللبسه. في الاخر ديال الفيديو غادي نحطهم للمكان، غادي تلبسهم وغادي تشوفهم كي دايرين. غادي نلبسهم معكم واحد شويه باش غير تشوف غير الكمام العبايه. دابا هادو اللي بغات يدير لهم الطراقات، اللي بغات يلبسهم غير بالحزام، غير هكا بالحزام. نوريكم غير دابا كي تجيو في الكمام بحال هكا كما كتشوفوا. بغينا ندير الطرقات تنديروا بحال هكا، بغينا كنديروا غير الحزام وكنحزموهم، تتكون بحال الشكل ديال الكيمونو، والتحت تيكون بهذا سميتو. هادو دابا غادي نوريكم منهم تقريبا اربعه ديال الوان اللي درنا منهم. واخا هي كاينه راه كنت شويه كثيره. كاينه عاوتاني هادي بحال نفس الموديل، غير بغيت نشارك معكم اللي عندي دابا. هذا بحال الشكل ديال المسلين، بحال الشكل ديال الموسيل اللي كاين هو هذا. هادي كلها كحله، فيها موسلين كحل، وهنايا القطري هذا. هاد الثوب تيكون بحال لمس شويه، سميتو القطري. كاين نفس الموديل، غير كما قلت لكم اللوان فاش مختلفين. هادي حتى هو القطري، ودرنا ليه الستان هنايا فيه الكحل. كاين عاوتاني في التحت بحال هكا، تا هادو كيجيو زوينين، كيجيو واعرين في اللبسه، وكاين عليهم الطلب بزاف على هادو. دابا هادو اللي عندنا، لان هادو ما بقاش الا بغا شي واحد غير اللي بغا يشري هادو، هادو موجودين عندنا، عندهم منهم عندنا منهم شي وحدين. كاينه هادي عاوتاني بحال نفس الموديل كما قلت لكم، غير الدونتي الشبكه بحال هكا. وكاين كما قلت لكم في التحت بحال نفس الموديل، غير تشوفوا اسميتو. هادي مديوره بالثوب ديال القطري، وفيه اسميتو، وفيه الدونتي الشبكه بلونوي، تجي حتى هادي زوينه واعره. هادو هما اللي عندنا البنات. وريتكم دابا غير الموديلات اللي كاينين عندنا، اللي صوبنا دابا ابار على الاخرين اللي كاينين عندنا بحال هادو. هادو ديجا كنت وريتهم لكم، وكاينين الاخرين كنت وريت لكم دوك الموديلات اللي والالوان اللي خدمنا. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، اللي عجبته القناه ديالي اللي ما اشترك معايا في القناه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. شكرا للاصدقاء ديالي فيما كاينين في اي بلاصه، كنشكركم بزاف بزاف. واي واحد بغى شي حاجه مرحبا به.
شاف شي موديل عجبو ولا اي موديل كاين عنده نفس الثمن 250 درهم الا حاجه اللي دخل فيها العقيق ودخل فيها شي ثوب اللي زايد في الثمن. وإلا كان غير بحال الريحانه بحال القطري او الندى القطري، كاين الندى القطري كاين القطري او الرشاد، كلهم كيتخدموا ب 250 درهم. واللي بعيد على المدينه، انا كاينه في مدينه اكادير، اللي بعيد على المدينه فاش انا كاينه كتزاد عليه 50 درهم ديال الامانه. واخا يدير حتى 4 ديال العبايات كيوصلوه ب 50 درهم، واخا يدير حتى 6 غير تتفوتي 6 ديال العبايات عاد تيكون سميتو. ولكن مرحبا بكم مرحبا بكم كما قلت لكم، وشكرا لكم، وبقاو مع الفيديو من الاول حتى الاخر، وعطيوني الراي ديالكم في التعليق.